اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هبدا من احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. مش هتكلم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ انا هتكلم معاك انت وانا هتكلم معاك ايمن عادي. انا جاي، احنا يمين وشمال. احمد لا نلعب اوفرات لبعض. نلعب احنا ايه؟ احنا الثلاثه واحمد قاعد متفرج. عشان هو دايما سيستر اسيست. مستر اسيست. انا مستر اسيست. طب الاثنين اللي جاي من 7 ل 9 ان شاء الله عشان نشوف مستر اسيست. هتقول نتيجه على الهواء؟ هتقول نتيجه على الهواء؟ فعلا يا والله طلعوا على المسرح. والله هو عايز يطلع على المسرح. بقى المسرح بتاع ماشي، هلاعبه معايا وخلاص يا كريم. طيب خليني ابدا بك يا احمد. و بطولات النادي الاهلي اقل من بطولات نادي الزمالك. يمكن احنا عايزين نصلح بعض الاخطاء اللي اتقالت في الميديا، يعني ان بطولات النادي الاهلي او بعض الحاجات اللي بتتقال ان النادي الاهلي في اخر سنتين ما حققش بطولات او حقق بطولات اقل من نادي الزمالك، وده طبعا مش صح. يمكن لو شفنا من بدايه عام 2020 النادي الاهلي محقق 7 بطولات. لو بنحسب من بدايه عام 2020، اول حاجه النادي الاهلي حقق الدوري المصري 18 سبتمبر 2020 بالارقام بالتواريخ بكل حاجه. اتفضل. كاس مصر 5 ديسمبر 2020. سوبر مصري 29 اكتوبر 2022. نعم. اخذنا 2 دوري ابطال افريقيا، قدامنا الارقام كمان على الشاشه بالتواريخ. اوكي. تمام؟ دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر 2020 و17 يوليو 2021. السوبر الافريقي 28 يوليو 2021 و22 ديسمبر 2021 و2 برونزيه كاس عالم. فانت لما تبص على عدد بطولات الاهلي 7 بطولات من غير 2 برونزيه كاس عالم، يعني لو حسبت كمان البرونزيه بطوله 9 بطولات، بس احنا مش هنحسبها. هنخليهم 7 بطولات للنادي الاهلي من بدايه عام 2020. اما نادي الزمالك 5 بطولات منذ عام 2020، الدوري المصري 24 اغسطس 2021، الدوري المصري الثاني 22 اغسطس 2022. ادي قدامنا البطولات بتاعت نادي الزمالك بالتواريخ برضو. كاس مصر 21 يوليو 2022، السوبر الافريقي 14 فبراير 2020، السوبر المصري 20 فبراير 2020. وبالتالي منذ بدايه عام 2020 النادي الاهلي مش محتاج لا هو لا يزيف بطولات ولا محتاج يعمل الكلام ده. النادي الاهلي البطولات اهي بالارقام قدامنا على الشاشه. النادي الاهلي يا كابتن اسلام محقق 144 بطوله، 144 بطوله في 115 سنه. يعني البطوله الجايه ان شاء الله لينا هتبقى ال 145 عبر التاريخ للنادي الاهلي برضو بالتفصيل. في كره القدم يعني؟ في كره القدم. 42 دوري، 37 كاس مصر، 16 دوري منطقه القاهره، 7 كاس السلطان، 12 السوبر المصري، 1 كاس الجمهوريه العربيه المتحده، 1 كاس الاتحاد المصري، 10 دوري ابطال افريقيا، 1 كونفدراليه، 8 سوبر افريقي، 4 كاس الكؤوس، 1 كاس الافرو اسيويه، 1 كاس العرب، و1 كاس الكؤوس العربيه، و2 السوبر العربي. لما تجمعهم تلاقي 144 بطوله. فاحنا هنا بنرد على بعض الناس اللي بتقول النادي الاهلي بيزيف او ممكن لا. النادي الاهلي يا جماعه في اخر سنتين مهم جدا ان انت تبقى عارف ان النادي الاهلي في اخر سنتين لو هتقارن بالبطولات ومش عايز تحسب برونزيه كاس العالم للانديه، النادي الاهلي محقق 7 بطولات. ليه انا مش عارف ليه ما احسبش يا كاس العالم للانديه لما اخد ثالث العالم او ثالث بطوله العالم؟ اعتقد ان هي انجاز مش بطوله. هي ميداليه. نحسبها بطوله، نحسبها انجاز. والله انجاز. ميداليه. ميداليه بس يعني 7 بطولات واثنين انجاز. واثنين ميداليه. فاهم يعني بجد والله. 7 كاس ازاي دي؟ 7 كاس واثنين ميداليه. 7 كاس واثنين ميداليه ماشي. فالنادي الاهلي مش محتاج لا هو يزيف ولا محتاج حاجه، بس في بعض الناس بتحاول ان هي تبين للناس ان النادي الاهلي في حاله انهيار. لا، النادي الاهلي مش في حاله انهيار. النادي الاهلي في اخر سنتين محقق بطولات وما شاء الله ماشي بشكل كويس، وبدايه الموسم كمان، واللي شفناه النهارده ده برضو نتيجه للسوبر المصري. يعني النتائج النهارده اللي حصلت النهارده ده تاثير السوبر المصري من وجهه نظري. طيب كريم، قله الصفقات، احنا النهارده بنرد على حاجه كده واحده واحده. نعم. قله الصفقات هو امر سلبي طبعا، دي مقوله يعني انتشرت، واكيد كامل الاحترام، كامل الاحترام لكل من صرح بهذا الامر من وجهه نظره. طبعا كلها هي في الاخر وجهه نظر، وكل لكن اللي احمد قاله مش وجهه نظر، اللي احمد قاله دي ارقام. ارقام طبعا، واكيد طبعا هي موضوع طبعا متعلق بموضوع الرعايه والبث، لان الناس يعني بكل امانه الناس متضايقه من الفجوه في المبالغ، وده امر يطول شرحه بصراحه وما عندناش وقت. تعبنا. لا احنا شرحناه في منتهى البساطه، ان في حاجه اسمها جرار، ودايما عربيه الجرار بيبقى دايما هي اغلى حاجه في الجرار، بس كده.
حكم. فموضوع الصفقات ده موضوع مهم، وانا حابب النهارده نتكلم فيه، ان هو النهارده الموعد المثالي للرد عليه. ليه بقى؟ اتفضل. لان خلال الفتره اللي فاتت شهدت دور التمهيدي لدوري الابطال، فده كان تارجت عند النادي الاهلي ان هو عايز يوصل لدور المجموعات، وبالحمد لله ضن نعمل كده تشيك بالعلامه الخضراء، التارجت تم تنفيذ ده، فولفيلد خلاص. طيب النقطه الثانيه، ان انت عندك مباراه السوبر امام الغريم التقليدي نادي الزمالك، مباراه مهمه جدا جدا جدا، وبتاتي بعد خساره نهائي الكاس وخساره 2 دوري. ده برضو النادي الاهلي حقق التارجت بشكل كويس وكسب البطوله، فنعمل برضو تشيك علامه صح. صحيح. التارجت الثالث انك عندك 3 مباريات في الدوري قبل التوقف، احنا طبعا بنتكلم ان كل الاهداف دي قبل فتره التوقف اللي جايه، فتره التوقف طويله ممكن تمتد لما يقرب من شهر. احنا بنتكلم ماتش الاهلي وطلائع الجيش القادم ان شاء الله يوم 2 ديسمبر، يعني ماتش بعد شهر كامل. يعني فبالتالي النادي الاهلي في ال3 مباريات حقق العلامه الكامله، وبالتالي هنا نبدا نرد على الحته اللي كانت بتتكلم على حته الصفقات قليله والصفقات مش تكفي، وما زلت انا مؤمن على المستوى الشخصي ان الاهلي محتاج بعض التدعيمات. لكن نقطه مهمه واحنا بنناقش، هل امر الصفقات ده امر يعني طارئ في وقته، ولا ممكن يتم تجاوزه لان الفريق فعلا يملك من الاعمده اللي تخليه يحقق كل الاهداف اللي احنا قلنا النادي يحققها؟ ندي مثال، احنا عندنا في الوقت الحالي نادي المصري ونادي اسوان. نادي المصري اسوان من اكثر الانديه في الدوري المصري اللي عملوا صفقات كبيره جدا وتتعدى حتى ال 15 صفقه، يعني كل نادي عمل عدد كبير جدا جدا جدا. الناس اللي تفهم ان فرقه الكوره عشان تبدا تعمل انسجام ما بين لعيبه جديده، ده مش بلاي ستيشن، ده مش موضوع سهل على اي مدير فني، حتى يعني كابتن ربيع ياسين من المدربين الكويسين جدا جدا، طبعا في مشاكل حصلت في فريق اسوان وخلته يعني يعجل باستقالته. النادي الاهلي ومارسيل كولر كان له راي مهم جدا لما دخل، وكان في بعض الصفقات تم ابرامها، قال انا في الوقت الحالي اقدر اشتغل المجموعه الحاليه وناجل ليناير. لو حضرتك تفتكر ساعتها على كانت على صفقه مارسينيو، ومارسينيو كان واحد من التارجتس للنادي الاهلي، فحصل بعض الامور اللي ما خلتش الصفقه تتم. ساعتها الناس، في ناس، بعض الناس مش الكل، بعض الناس زعلوا. لا، هو النهارده شيء مهم نشوف اداء النادي الاهلي. اعتقد ماتش الاهلي والداخليه النهارده اي حد بيتفرج عليه سواء كان منتمي للنادي الاهلي او غير منتمي للنادي الاهلي، انت استمتعت بالماتش بكل امانه. ماتش ممتع، ماتش ممتع لاقصى درجه. في ظل غياب، نعم، في ظل غياب، في ظل غياب 6 اعمده النادي الاهلي مثلا، في 6 لعيبه مثلا اساسيين، نقطه بالنسبه لي اساسيه. بنتكلم على فريق ممتع لاقصى درجه، بيلعب بسيستم متفق عليه، جمل بتتكرر في المباراه تلو الاخرى بنفس الطريقه بنفس الشكل ايا كان من هو المنافس. وكمان احلى حاجه بقى، بنتكلم في مباراه كانت بتمثل للنادي الاهلي في اخر سنتين ازمه، المباراه اللي زي نوعيه نادي الداخليه، فريق بينزل 5-4-1 زون ديفنس، كنا نجيب جون ونستنى الشوط الثاني وبعد كده نعمل تغيير بتاع 85 من المباراه، يخش جون التعادل ونبدا والدوري يروح، تجري والدوري يروح. صحيح. فالنهارده كلنا استمتعنا مع شويه اخطاء تحكيميه. بالظبط كده، تخلص على الموضوع، شويه اصابات، شويه فلفل. ببساطه بكل هدوء، احنا بنقول ان النادي الاهلي النهارده واضح ان التوليفه المحطوطه ما بين بعض اللاعبين الجداد بالظبط، وكمان المجموعه اللي تم، احلى قرار خدته اداره النادي الاهلي بكل امانه هو اراحه الصف الاول من النادي الاهلي. بقول لك ايه، مفيش شكرا يا كابتن اسلام. طبعا طبعا، شكرا كابتن اسلام، شكرا جزيلا. على ايه؟ على اي حاجه. مش عارف ما بيعرفش. كان على طول بيتكلم في موضوع كم وكيف. لا أيوة، ما حدش في مصر كان بيتكلم في الموضوع ده، كانت الناس متخيله ان احنا بنقول كده يعني تطبيلا. صح، انت مش هتجيبوا صفقات يعني، فانت بتقول كده. لكن هي حتى موضوع الصفقات، حتى موضوع الصفقات الناس اعتبرت، مش اسلام، بعض الناس اعتبروا ان حتى واحنا بنقول اوكي الصفقات جت قليله وكده، انتوا يا جماعه بتطبلوا الاداره، اصلتوا خطوات النادي. احنا في اخر اهم حاجه فعلا نتكلم بالنتائج. صحيح، لان وجهات النظر متعدده، ومن حق اي حد يقول وجهه نظره، لكن وقت ما تشوف النتيجه بعينك اللي يغلط يقول معلش انا اسف. أيوة، وجهه نظري كانت غلط. صحيح، النهارده وجهه النظر في مقيله فيما يخص موضوع الصفقات ثبت بالدليل انها
وجهات نظر خاطئه. الفريق النهارده ماشي بشكل كويس جدا، التناغم والانسجام ما بين العناصر الجديده اللي بتخش الفريق مع العناصر القديمه اللي كمان بيتم توظيفها توظيف جديد. النهارده بنشوف كريم فؤاد بيتم توظيفه توظيف جديد. الناس لسه ما خدتش بالها ان خلي بالك نعم محمد هاني مساك النهارده بيتم توظيفه في كمساك. وحاجه ثانيه، احنا النهارده واحنا بنحاسب على محمد هاني هنحاسب من اول يعني من ايه، من ورقه بيضاء. صحيح، مالناش دعوه بالقديم لانه لو لعب في هذا المكان واجد وحقه هو كمان، لانه هو النهارده مع مدير فني جديد. صحيح. زي كريم فؤاد، افتكر السنه اللي فاتت كريم فؤاد برده كان بيتعرض لبعض النقد في بعض المباريات اللي شارك فيها. مظبوط. السنه دي الناس كلها انا قبل ما اخش الهواء كابتن اسلام، بعض وسائل الاعلام في مصر قالت ان حاليا كريم فؤاد هو افضل لاعب في الدوري الممتاز في اول اربع اسابيع. اهو كريم فؤاد افضل لاعب في الدوري كله. ماشي. تمام؟ طيب النهارده محتاجين ان كل اللعيبه تاخد مساحتها وتاخد حريتها في انها تبرز طيب مهاراتها للمدير الفني. ويبقى فيه هدوء. عشان بس قبل ما اسيبك اروح لايمن، اتفضل. هي برضو لو حد هيقول لك يا ابني انتوا عملتوا حاجه، وايه اللي انت بتقوله ده؟ وكل ده عشان كسبت السوبر وعشان كسبت الداخليه واسوان والاسماعيلي. سريعا، لا فضل. انا بتكلم على فتره حقبه النادي الاهلي نافس فيها في ثلاث بطولات مختلفه. اوكي. نافس في الدور التمهيدي ما معناته يعني دور 32 لدوري ابطال افريقيا، دي بطوله قاريه. نافس في بطوله من مباراه واحده، يعني هي مباراه واحده وان شوت انت ومستواك، ماتش ما فيهوش ذهاب واياب، ومباريات دوري ممتاز يتم فيها تجميع النقاط. اوكي. دول الثلاث يعني اوجه للمنافسات اللي احنا بنلعبهم في الموسم كله. فاحنا عملناها فتره بسيطه، دليل بسيط يعني. فنسبه النجاح حتى مش 90%، لا نسبه النجاح وصلت ل 100%، فلازم نشيد زي بالظبط بالظبط. ما احناش يا كابتن اسلام سهلين في النقد وسهلين في الدبح وسهلين في ان احنا نقول كلام سلبي، ولما نيجي نقول كلام ايجابي بناء على نتائج وارقام نقول لا معلش انتوا بتضخموا الدنيا. لا، احنا دلوقتي بنتكلم على حقبه انتهت. النادي الاهلي هيستمر في الاعداد ويكمل المعسكر بتاعه اللي هو بدأه، ونبدا نتحاسب تاني مره من امتى بقى؟ من يوم 2 ديسمبر بدايه من ماتش الجيش، ونكمل بقى فتره ضغط ان شاء الله من 2 ديسمبر لغايه نهايه الموسم اللي باذن واحد احد. باذن واحد احد احس ان النادي الاهلي السنه دي، ونبقى نفكر بعض كده اخر الموسم، هيبقى خير اعداد ونتائج جيده لبدايه انطلاقه النادي الاهلي مع دوري السوبر الافريقي. تمام. أيمن، أخيرا قبل بس ما نقف على الشاشة، مهم جدا أسألك السؤال ده، لأنه سؤال إحنا النهاردة كل واحد بيوضح حاجة معينة. النهاردة هل حضرتك بتعتقد من الناحية الفنية أن الشهر الأجازة أو الشهر الإيقاف النادي الأهلي هيستفيد أو هيضر النادي الأهلي سلبا، ولا هيبقى كويس سلبا؟ طيب يعني يمكن هو الطبيعي ان دايما بنقول ان المكسب بيجيب مكسب، فطول ما انت الفرقه ماشيه الافضل ان انت تستمر وتلعب. لكن صحيح. احنا عندنا هنا مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها اكتر من مره، ان احنا دايما المباريات عندنا مضغوطه، دايما بيدونا النموذج بتاع ان والله في اوروبا بيلعبوا كل 3 ايام. لا، هم في اوروبا بيلعبوش كل 3 ايام كده من اول مره، لا هم على الاقل بياخدوا اول شهر، ممكن تلاقي بيلعبوا ماتش كل اسبوع في الدوري لحد ما بيجي في مرحله معينه ماتشات دوري ابطال اوروبا تخش في النص، ماتشات الكاس تخش في النص، ماتشات لو حد عنده سوبر حد يعني اي بطوله تبتدي تخش وتلعب موضوع كل 3 ايام. فانت هنا في الدوري وفي افريقيا وزي ما كريم قال كده، انت لعبت في 3 بطولات مختلفه، انت خلصت الاعداد بتاعك دخلت لعبت كل 3 ايام على طول. فانا من وجهه نظري ان فتره التوقف دي ممكن تبقى جايه، ان برضو مارسيل كولر هو هنقدر نقول هو عمل فتره اعداد، بس هي مش فتره اعداد كامله، هي جزء فتره اعداد، لان برضو الفرقه خدت راحه، بس مش الراحه اللي هي الكبيره بتاعت ان نهايه موسم تاخد الفتره بتاعت شهر ونص الراحه بعد كده تعد شهر ونص تاني. لا، انت خدت راحه اللعيبه على فترات، اللعيبه الاساسيه ريحت شويه، بعد كده في النص لعيبه ريحت، بعد كده جيت لما الموسم انتهى في لعيبه تانية خدت الراحه بتاعتها، بعد كده رجعت اتجمعت وفي لعيبه كانت مع المنتخب وهكذا. فهو دلوقتي حتى اعتقد في المؤتمر الصحفي يمكن واحنا في الطريق البعض كان بيتكلم ان كولر نفسه قال ان دي فرصه بالنسبه له ان هو يبتدي يقعد يراجع الفريق بتاعه تاني، يشوف ايه لو في سلبيات في الفتره اللي فاتت تتعالج، الايجابيات يكمل عليها. النهارده في بعض اللعيبه اصيبت، زي مثلا بنتكلم في ديانج
معاه وقت، فالنهارده الوقت ده كويس ان هو يرتاح وياخد وقته في الاعداد. النهارده في لعيبه محتاجه لسه تتجهز، ممكن تكون متاثره لسه شويه بالموسم الماضي، فعندها فرصه ان هي تريح تاني وتبتدي اعداد بشكل امثل، خصوصا اللعيبه اللي هي مش هتروح للمنتخب. كمان انت محتاج ان ما يبقاش على طول انت تحت ضغط، يعني النهارده لعيبه الاهلي برده كانت تحت ضغط التاهل للمجموعات، خلصت دخلت في ضغط الدوري، في النص جه ضغط بطوله كاس السوبر بعد خساره بطولتين الموسم الماضي، فانت برده محتاج تفصل شويه. فهو اتمنى طبعا اكيد اي راحه طويله في النص بتبقى يعني كان للناس، يعني لاعب ممكن تبقى ادرى مننا اكتر، اكيد الناس المدربين بيبقوا ادرى ان هم عارفين ان ممكن في النص الراحه اللي بتيجي فجاه دي ممكن تبقى ليها ضررها، ولكن اعتقد ان حسب التقارير اللي بتقول او الكلام ان هيبقى في راحه لبعض الايام، بعد كده هيتجمعوا في ماتشات وديه في النص، فالامر لا انا ان شاء الله تبقى الراحه دي مفيده للنادي الاهلي، عشان زي ما كريم كده قال احنا هنرجع من وقت 3 ديسمبر انت مكمل ماتشات، ممكن الضغط فيها مش كبير قوي لان ممكن في النص يتحط كاس رابطه او حاجه، لكن من يناير تحديدا انت هتخش في معجنه الدوري ومجموعات دوري ابطال افريقيا والكاس القديم في الكاس الجديد في الحاجات اللطيفه بتاعتنا اللي احنا لسه ما خلصناهاش من الموسم الماضي، فهتبقى الفرقه فعلا محتاجه الفتره دي، خصوصا كمان اللعيبه، في بعض اللعيبه ممكن النهارده في الفتره دي لما تستعد بشكل جيد النهارده يبقوا قوه اضافه للفريق، لو مثلا ما كانوش لعبوا عدد من الماتشات، فالنهارده المدرب زي ما احنا كده بنتكلم يا كابتن اسلام وانت كنت تقول لنا احنا مش عارفين النهارده تشكيل الاهلي وبيعلن، الناس مش عارفه الاهلي يلعب 4-3-3 ولا 4-2-3-1، هو كريم فؤاد اللي هيلعب جناح ولا هيرجع باك واكرم اللي هيخش في النص وفخري هيبقى لاعب وسط ثالث، فهي دي الراجل عنده لعيبه عندها حلول كتير، محمد هاني النهارده مساك باك يمين ممكن فجاه نلاقيه جناح زي كريم فؤاد، كريم فؤاد نفسه لعب قبل كده مساك وممكن الراجل يستعين بيه، محمد اشرف النهارده علي معلول مش موجود محمد اشرف بياخد، محمد فخري عمرو السوليه مش موجود محمد فخري موجود، وهكذا هي توليفه موجوده، فالنهارده ممكن فتره التوقف دي تسهل او تساهم ان اللعيبه دي تاخد على بعض بشكل اكبر، تنسجم مع المدرب بشكل افضل، والنتائج باذن الله تتحسن وتستمر. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نطلع نتكلم او هنتكلم فنيا اكتر ونشرح ماذا حدث في مباراه اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلينا نبدا بقى، خليني اقول لحضراتكم مقارنه لكريم فؤاد تحديدا ما بين او ما بين وجوده كلاعب مع أجهزة فنية سابقة وما بين وجوده كلاعب مع مارسيل كولر. اتفضل يا احمد. هنبدأ طبعا ببصمة مارسيل كولر الواضحة السنة دي سواء على كريم فؤاد، وهنتكلم برضه على التنظيم الجماعي. أول حاجة هنبدأ بكريم فؤاد، قبل مارسيل كولر لعب 30 ماتش مع النادي الأهلي ب 1904 دقيقة، ما أحرز ولا هدف وصنع هدفين. اما في فتره مارسيل كولر او بعد تولي مارسيل كولر لعب 4 مباريات ب 130 دقيقه، احرز 3 اهداف وصنع هدفين، يعني مساهم في 5 اهداف. فالمقارنه بتبين لنا بصمه المدرب في 4 مباريات، ان هو قدر ازاي يوظف كريم فؤاد في مركز الجناح في الاول لما لقى ان هو جه ولقى ان هو عنده السرعات وبدا يحطه في الشوط الثاني يوظفه ويستغله، النهارده بيبدا بيه. وكريم فؤاد يعني مش عارف هل شبه محمد بركات يا كابتن اسلام بما ان ولا ايه، ولا مين اللي شبه مين؟ كريم فؤاد بركات ما فيش شبه يا ابني حد صح، ده حقيقه والله. كريم له طريقته واسلوبه، بركات له طريقته واسلوبه، يعني يمكن شبهه في الحركه، شبهه في الحركه والسرعه وكده، بس طبعا بركات محمد بركات له شكل وطعم ولون مختلف. يعني نخش بقى على التنظيم الجماعي اللي احنا بنواصل برضو بناكد ان الفرق مع البصمه في مارسيل كولر نجيب البيرو، التنظيم الجماعي للنادي الاهلي والضغط اهم حاجه اللي احنا بنشوفها، بصمه كولر الواضحه في الضغط. النادي الاهلي بصراحه في الفتره الاخيره او في السنه الاخيره كان عنده مشكله في الضغط، كناش بنشوف الضغط الجماعي بالشكل ده. تعال نشوف في الضغط الجماعي بتاع النادي الاهلي وازاي بيساهم في الاهداف. اول حاجه ضغط الاهلي 1 نبدا بيها. بص الضغط بتاع النادي الاهلي، بص الضغط العالي والضغط المميز، ضغط منظم، قفشه رايح وبرده وراه محمد شريف بال 4-4-2. الماتش اللي فات كان سافيو وكان شادي حسين، النهارده قفشه وشريف. بص الضغط بيعمل ايه، بيولد الاخطاء دايما الضغط المنظم.
ده بيجي برده الكره بايقاع حمدي فتحي، بيستخدم حمدي فتحي في عمليه السكريننج والضغط، ان هو بيكمل ورا الاثنين المهاجمين، بيعمل ضغط عالي وبيصنع كوره لكريم فؤاد. طبعا كريم فؤاد بيرقص تريسه حلوه لكن بتخبط في القائم، فده بيوضح لك الضغط. حالات كتير بتوضح الضغط المنظم للنادي الاهلي النهارده. ادي حاله ثانيه، بص الضغط، قفشه بيتقدم مع محمد شريف، بص هنا الضغط برده محمد شريف. محمد شريف عمل ماتش حلو جدا النهارده في الضغط العالي وقفشه تحديدا. برده ده الضغط بتاع النادي الاهلي المميز على لاعيبه نادي الداخليه. تعال نشوف برده حاله ثالثه، برده شريف وقفشه بال 4-4-2. سواء تتغير العناصر وتتغير الاسماء ولكن الضغط واحد والاسلوب واحد والتنظيم واحد. بصمه مارسيل كولر في الضغط العالي لعيب النادي الاهلي. ادي برده الكوره، ومين اللي جاي من ورا ضاغط؟ وقف ثواني يا زجال، وقف حمدي فتحي اللي جاي من ورا اهو. حمدي فتحي اللي بيبقى دايما ضاغط بال 4-4-2. حمدي فتحي اهو اللي قدامنا على في الصوره اهو، ده حمدي فتحي هو اللي ايه اللي دايما ورا الاثنين المهاجمين. نكمل هنلاقي برده ادي الضغط بتاع النادي الاهلي بيصفر عن ان الكوره برده بتتقطع والنادي الاهلي بيستحوذ عليها بالضغط. الحاله الرابعه اللي هو الاخيره في الضغط، ادي نفس الشكل، ده الهدف الرابع بتاع النادي الاهلي. بص الضغط جاي من خلال مين؟ من خلال محمد شريف برده. وفي الشوط الثاني بيأكد ان لعيبه النادي الاهلي واقفه بدنيا بشكل كويس على رجليه في الدقيقه 52، نفس الضغط برده محمد شريف بيلعبها لمين؟ لقفشه، قفشه بيعمل الاسيست لكريم فؤاد. فخلينا هنا بقى ممكن ناخد من اللقطه دي فضل. فكره محمد مجدي قفشه النهارده. طبعا محمد مجدي قفشه الفتره اللي فاتت كان البعض برده يعني بيلوم عليه ان هو مستواه مش كان افضل حاجه، لكن محمد مجدي قفشه النهارده في المباراه دي. لا وهي حقيقه على فكره. طبعا يعني لكن النهارده بنتكلم بقى في المباراه دي، الراجل بيلعب السهل. صحيح. بيلعب الطريقه بتاع بيستلم الكوره سلمها. النهارده محمد مجدي قفشه صنع هدفين. لو استعرضنا ارقام لمحمد مجدي قفشه على المستوى الفردي كلاعب فردي في المباراه، هنلاقيه ان هو تقريبا صنع حوالي 8 فرص ب 8 تمريرات مفتاحيه، منهم الهدفين اللي هو صنعهم. اجمالي التمريرات بتاعته ودقتها مميزه جدا، كان ليه محاوله واحده صحيحه على المرمى اللي هي الحارس طلعها من 3 محاولات ليه، زي ما احمد قال كده في الضغط العالي اللي هو كان بيعمله. فالنهارده بنتكلم من اهو يعني دي ارقام محمد مجدي قفشه خلال 90 دقيقه، ارقام مميزه، خصوصا كمان بنتكلم في الراجل اللي هو البلاي ميكر بتاعك لما بيصنع لك 8 فرص ب7 تمريرات اللي هي بنسميها الكي باسز، منهم 2 اسيست. دي بتترجم من النهارده حاله جيده للاعب على المستوى الفردي، حاله مميزه جدا. طبعا كريم فؤاد هو رجل المباراه، لكن انا يعني وفقا للارقام دي وفقا للاحصائيات محمد مجدي قفشه تقريبا هو تاني افضل لاعب في المباراه في فريق النادي الاهلي بعد كريم فؤاد. يعني في نقطه هنا بقى مهمه جدا جدا كابتن اسلام اللي قاله ثابت، وقاله ايه ان الضغط العالي مفيش مدير فني يقدر ياخد القرار ده غير لما يكون متاكد ان لعيبته بدنيا يقدروا يعملوا الكلام ده. صحيح. بس تبقى الناس فاهمه ان موضوع التاكتكس والفنيات مش زرار بندوس عليه فهوب يلا. يعني السنه اللي فاتت كلنا كنا شايفين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في كل موسم في نهايه الموسم فعلا مرهقين، ايا كان بقى سواء الاحمال البدنيه محطوطه غلط، بس النتيجه اللي قدامنا ان في ارهاق، وبالتالي ما كناش نقدر نعمل الشغل ده ولا في نهايه الموسم الماضي ولا في نهايه الموسم اللي قبليه. كان ايه السبب بتاعه؟ السنه دي احنا الهدف الرابع جاي في الدقيقه 53. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان المباراه دي لو ماشيين برتم طبيعي ليها كانت تخلص 6-7، لان كل النادي الاهلي كان تقريبا بيحط هدف كل 10 او ربع ساعه. فبالتالي احنا عايزين نبقى فاهمين ان في بعض الامور في الكوره ما تبقاش خاضعه للتكتيك بتاعك للاعب. يعني مثلا لاعب ضغط غلط، ما تجيش تقول ان هو ما بيفهمش الضغط، لا هو اصلا تعبان مش قادر، هو اصلا تعبان. انت لو جبت افضل لاعب في العالم وهو مرهق استحاله هيديك المردود ويديك الناتج اللي انت منتظره وهو في حالته البدنيه. ممكن ناخد يعني من كلام كريم قبل ما نروح لسابق يا كابتن اسلام فكره حاجه كنا بنتكلم عليها الفتره اللي فاتت، ان النهارده النادي الاهلي بيكسب 4-1. لو استعرضنا الاحصائيات سريعا برضو هنلاقي حته الاكسبكتد جولز اللي احنا كنا دايما بنقول ان النادي الاهلي بيصنع عدد كبير من الفرص بيروح على المرمى ولكن النتيجه بتخلص 1، النتيجه بتخلص. لكن النهارده الاكسبكتد جولز بتاعت النادي الاهلي لو هنركز في الرقم ده تحديدا نتكلم 6.43، الاهلي جاب منهم 4. النهارده رقم مميز جدا، رقم كبير رقم. يعني ان انت الفرص جات لك 6 فرص محققه للتسجيل سجلت 4، فده النهارده ده معناه ان الفرقه بتحسن من نفسها بتتطور. كمان
طالما في راحه، طالما في تدريب، طالما كل امور كويسه، الامور كلها حتى يعني ارقام النادي الاهلي طبيعي جدا في مباراه النهارده هي الافضل في كل حاجه، لكن هي كنا عايزين نركز على حته الاكسبكتد جولز، لان دي اللي دايما بنشرحها للناس ان دي ترجمه الفرص اللي انت بتصنعها في المباراه. انت لما يبقى عندك فرص كتير اكسبكتد جولز كتير، لما بتحرز منها النسبه اللي هي فوق ال 50% وال 60%، فانت النهارده بتريح نفسك وبتريح فريقك. و19 محاوله برضه رقم بالزبط. كويس رقم كويس جدا. تعالى نتكلم على اللعبه اللي كان بيلعب عليها مارسيل كولر النهارده، اللي كان واضح ان هو مذاكر فرقه الداخليه او عندهم مشكله في المساحه ما بين المساك والباك الشمال. اللعبه دي بتقول التمرير الطولي لكريم فؤاد في المساحه ما بين المساك والباك كان واضح جدا. ده هنا حمدي فتحي، واتكلمنا في دوره في الحلقه اللي فاتت، دايما دور حمدي فتحي للنادي الاهلي في تحضير الهجمه من الخلف مميز جدا حمدي فتحي، وبيقدم مستويات هائله. تعالى بص على التمريره لمين؟ لكريم فؤاد، نفس اللعبه التمرير الطولي، نركز في اللعبه دي عشان طبعا هنا لعبه الباك باص، نفس لعبه ايه؟ مباراه الاسماعيلي، نفس الهدف اللي جابه شادي حسين، ان كريم فؤاد برضه بتتلعب له هنا بعدين بيجي طيب اللي بعد كده دي اصلا شرحناها كتير في الانترو. تعالى نكمل برضه نفس اللعبه هنا برضه الهدف الثاني، على الهدف الثاني برضه اهو من عند قفشه، نفس من جاي من عند سافيو والضغط هنا سافيو فخري، سافيو فخري اهو. بص هنا بقى شريف، شريف قطع الكوره برضه، شريف قدم ماتش حلو في الالتحام. بص هنا قفشه اللي فاتت كانت حمدي فتحي، هنا قفشه بيبص على طول من واحده لكريم فؤاد، عارف ان هو هيتحرك له في الحته دي، برضه اتلعبت له هنا، كريم فؤاد خدها حلوه وراح شايط وتابعها حمدي فتحي اللي برضه تواجده في الاماكن دي في جوه منطقه الجزاء، ده بيدل ان هو كان بياخد تعليمات جوه ان هو دايما بيضغط عالي او دايما بيتقدم في منطقه الجزاء. طيب تاكيدا للعبه غير الهدفين، في لعبه كمان برضه نفس الفكره عشان نوضح ان دي بصمه مدرب مش حاجه هنا اكرم توفيق لمين؟ لكريم فؤاد برضه. فانت بتتكلم في ثلاث العاب، في كمان اكتر من دول بس احنا جايبين ثلاث العاب واضحين جدا ان كان في جمله الراجل محفظها لهم ان انت من خلال هتستغل نقطه ضعف حتى كابتن رضا شحاته، حاول ان هو يغير الباك الشمال اكتر من مره، جاب مره اهو الين اللي هو الاوغندي ده راح حطه، فالجمله اتكررت اكتر من مره وجي منها الهدفين. وهنا ده تطور برضه، بنتكلم عن التطور الفردي لاعب زي كريم فؤاد النهارده، هو ازاي على المستوى الفردي متميز النهارده، تحركاته كلها ومش بيجري وخلاص، لا بيجري في المكان السليم، عنده الاصرار على الكوره. يعني هنا في الكوره يعني النهارده كريم فؤاد لعب كوره، اتلعبت كوره عرضيه، لعبها ضربه راس الحارس طلعها كورنر. النهارده بنتكلم ان كريم فؤاد مثلا لاعب هو اصلا لو باك او حتى جناح، وهو قصير القامه مش لعيب هيدر، النهارده الكوره بتتلعب له محمد اشرف، بص هنا بيعمل ارتقاء فوق المدافع، ارتقاء عالي جدا، بيحط الكوره بشكل مميز، لكن حارس الداخليه تصدى ليها بشكل مميز. كمان كان ليه كوره اللي هي الفرصه كانت لمحمد شريف اللي هو برده هو جوه منطقه الجزاء، المره دي كان هو اتحرك في العمق وكان واخد الكوره، يعني هي دي. بص هنا كابتن اسلام، صحيح الكره اتلعبت واتشاطت، وكان في زي بنقول كده دربكه في النص، لكن هو في اصرار وبيروح ياخد الكره برجله على الكره ايه وسط ثلاثه زي ما بنقول كده، واخد الكره وراح عمل اساس. يمكن محمد شريف لو كملة وش رجله كده بقوه كان حلو، هيبقى هدف كويس. فهنا احنا بنتكلم عن كريم فؤاد وازاي ارقامه حتى فرديا في المباراه النهارده، وعمل كل حاجه زي ما كريم كان بيقول النهارده، كريم فؤاد عمل كل حاجه في المباراه. يعني لا هنفضل بصين لبعض؟ لا كريم فؤاد طبعا النهارده عمل كل حاجه اكيد في الكوره، وكمان عارف اللي هو اللعيب انفجر بسبب في مباراه واحده. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو النهارده انا بشوف ان هو لا مش مباراه واحده يا كريم، انا بشوف ان هو بقاله كريم من اخر الموسم السابق صح. وحتى الان انا بشوف طبعا التغيير واضح السنه دي، لكن من نهايه الموسم اللي فات وهو بيؤدي بشكل جيد. مع هو تغيير المركز في وجهه نظري هو يعني اساس هذا التغير، لان كريم فؤاد اصلا بكل امانه مثلا الاحصائيه اللي جابها ثابت في بدايه الفقره، ال 1930 دقيقه اللي هو شارك فيهم كلهم فول باك، ما كانش ساعات كان في ماتشات مساك شارك فيها صحيح. كلها فول باك. فبالتالي النهارده واحد بهذه الامكانيات الهجوميه الخطيره جدا كنت قافل عليه ليه بالظبط؟ فهو بصراحه كولر عنده حته بعيد، تحس ان هو سكاوت، يعني هو في قرارات نفسه هو كشاف، هو تحس ان هو كشاف لاعبين. خلي بالك ما هو ممكن لان هو في الاخر هو بينظر،
ما خباك يا كابتن، هي مهاره بصراحه طبعا، يعني منذ ابد الابدين موضوع يعني كشاف المواهب دي طبعاً مش واقفه على العاملين في مجال كره القدم. لا لا يعني لا. يعني الله يرحمه يا عبد البقالي يعني ما كانش راجل مش لاعب كوره، عينه حلوه، فهو كولر شاف ان كريم فؤاد اقدر استخدمه كجناح، وكمان في نقطه مهمه جدا، كريم فؤاد مساندته الدفاعيه في المركز ده كبيره جدا ويقدر يعملها هو وحبيبها، بدل ما انت النهارده بتحطه كفول باك بصراحه، الفول باك عشان يقدر ياخد الخط ده كله يجري ويرجع قرار الرفع امر صعب جدا. فانا شايف ان كولر بصراحه عينه حلوه، وهو يعني يحسب له طبعا هذا التطور الحادث في اداء يعني حتى كريم فؤاد نفسه كابتن اسلام في بدايته الناس كانت بتتعامل معاه ان راجل باك ليفت بيلعب باك ليفت في ام بي ساعات، وهو يعني بالقدم اليمنى زي الكابتن ياسر ريان كده ايام ما كان بيلعب باك، فهو الناس يعني هي الفكره زي ما اقول كده، هي اكتشاف، انت بتكتشف لعيب بالمهارات بتاعته في المكان ده، هو كمان لما بينزل بيأدي، فخلاص زي كده في الجيل بتاعه كابتن اسلام بركات لما كان يلعب جناح او باك او صانع العاب زي احمد فتحي ممكن يلعب في كذا فهي في لعيبه تقدر تحطها في اي مركز وهي طيب بتجيب. عشان قدامنا اقل من خمس دقائق يعني. ارقام كريم فؤاد بقى في المباراه، لو نستعرض ارقام ماشي. كريم بما ان هو رجل المباراه او حصل على رجل المباراه اتفضل. فقدامنا طبعا هنشوف الارقام، هنلاقي ان هو احرز هدفين وصنع هدف وتسبب في الهدف، يعني هو متسبب في الاربع اهداف النهارده. جاب هدف واتلغى. واكتر وجاب هدف واتلغى. الهدف ده عمل كل حاجه اتغير يعني عمل كل حاجه. الهدف اللي اتلغى ده في شك النار. يعني في شك ان هو هدف صحيح على فكره. الهدف اللي اتلغى. الهدف اللي اتلغى ده في شك كبير يعني كابتن ناصر عباس طيب. ان هو خلينا نروح لارقام كريم فؤاد اتفضل. دقائق المشاركه 80. الارقام لعب بالدقائق 80 احرز هدفين وصنع هدف، وهو اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى النهارده. أهداف متوقعة 2.7 من 10، محاولات ناجحة 4 من 5، دقة تمرير 25 من 31، 3 من 5 مراوغات ناجحة، صناعة الفرص 3، تمريرات الكي باسز اللي هي التمريرات المهمة يعني 2، الفوز بالكرة 7. لا هي ارقام بنتكلم ارقام موازيه فعلا، زي ما يعني هو عمل كل حاجه النهارده حاجه تحسب، نتمنى ان هو يستمر على كده. الراجل النهارده لاعب اساسي في المباراه، حتى اللي فاتت كان بديل في كل مباراه بينزل ليه بصمه، سواء مباراه الاسماعيلي نزل صنع هدف، مباراه الزمالك نزل جاب هدف، النهارده بيلعب اساسي جاب هدفين وصنع يعني صنع هدف وساهم في هدف، فالنهارده لا يعني كل حاجه ما شاء الله يعني ربنا يحميه. اخر حاجه يا احمد معاك في مكاسب كتير في المباراه، يعني احنا اتكلمنا برضو على كريم فؤاد النهارده، شريف اسيست كلنا واحده منهم مستر اسيست وصلنا واحده كده النهارده. شريف بيرجع لمستواه، يستعيد جزء في الفتره الاخيره كبير من مستوى محمد شريف في الضغط. قفشه يستعيد مستواه، غير طبعا كريم فؤاد رجل المباراه. محمود متولي النهارده بيحافظ على مستواه، وقريب جدا بقريب جدا من الانضمام لمنتخب مصر في اليومين ثلاثه اللي جايين. برضه محمد هاني النهارده بنشوفه في مركز المساك، بتريح ست لعيبه، بتدخل لعيب زي محمد اشرف برضه بتشوفه واحده واحده، محمد فخري برضه بتجرب لعيبه، حمدي فتحي بيوصل تألقه، اكرم توفيق، يعني هي الحاجه الوحيده بس الكلين شيت اللي راح بس. معلش يعني نشوفه بعد كده في المباراه. لا على فكره النقطه دي والله بجد ما بحبش تقعد كتير، لا بتمثل ضغط، خلاص بتمثل ضغط، بتمثل ضغط، بتمثل ضغط كتير. حتى يقول لك ايه عدد المباريات اللي انت انتصرت فيها. انا فاكر ماتش المصري كانت مش عارف 72 انتصار 17 ولا 17 حاجه كده يعني 17. وبعدين قعدوها عملوها ازاي ماتش نادر السيد ده كان ماتش كابتن نادر السيد ده اللي هو كان ما بيعملش حاجه ما يعني نفس الرقم عند فايلر، وقف عند سموحه، وقف عند فايلر عند سموحه برضه رقم 17، وبالتالي الحاجات دي طبعا حاجات فايلر اعتقد وقف 16، محدش حط رقم جزئيه 16 يا كريم، محدش وصل للرقم جزئيه 17 انتصار متتالي، هو واقف عند 16 يعني اللي هو تقريبا كان تعادل سبعه يعني في النهايه هي حاجات بتمثل ضغط يعني ولعيبه الاهلي الحقيقه. الارقام مهمه، بص يا كابتن اسلام احنا زي ما احنا بنتكلم الارقام حاجه مهمه، يعني احنا هنتكلم مثلا وانت قاعد تتفرج على ماتشات الشامبيونز ليج بتلاقي المواقع بتاعت الاحصائيات بتقول لك اصل كيان امبابي النهارده وصل للهدف رقم 30 كاسرع اصغر لاعب وصل للهدف رقم 30 بقى، يعني هي الارقام لطيفه بس مش هي دي حياتنا، مش هتبقى ارقام، ارقام هي دلالات بتقول مؤشر ان انت ماشي كويس او لا، بتفاجئ بيها احسن ما تكون عارفها قبل الماتش. بالظبط ان انت بتكون عارفها قبل الماتش وجزء من تفكيرك بتعمل ضغط عليك. بالظبط يعني محمد صلاح اول سؤال امبارح اتساله ايوه هو سال على ايه بعد المباراه بتاعي ولا لا الهدف اتحسب لي ولا لا
قال له كويس اتحسب لي انا ما كنتش عشان ياخد هداف دوري الابطال السنه دي. يعني لا هو برده بيفكر في كسر الارقام لكن ده محمد وصل لمرحله ان هو بيفكر في كسر الارقام زي ما بيفكرش يعني الموضوع بالنسبه له. لا وهو عارف السنه دي بصراحه ليفربول بعيد عن الارقام يعني هو بعيد بشكل كده ليفربول سنه دي ما يدكش اي حاجه السنه دي. فبالتالي اللي هو بيساله ده يقول لك انا اكسر الارقام الفرديه وخلاص بقى يعني مش ارقام فرديه السنه دي. عموما الف مبروك للنادي الاهلي لانه يستحق الحقيقه فتره رائعه. نتمنى ان يكون هذا الشهر ايجابا وليس سلبا للنادي الاهلي مع مستر كولر ان شاء الله. ان شاء الله حتى هذه اللحظه زي ما كريم واحمد وايمن اتفقوا مع حضراتكم انه حتى الان نسبه النجاح 100% ولكن ما هو قادم دائما يكون اصعب، ما هو قادم يكون ضاغط بشده. وما حدث خلال الست مباريات السابقه اعتقد او سبع مباريات السابقه اعتقد ان هو بيكون عامل ضغط كبير جدا على ما يتبقى من الموسم من انجازات بيحاول يعملها النادي الاهلي، منها ان شاء الله قد تكون عوده الدوري، ان شاء الله قد تكون عوده الكاس الى النادي الاهلي في الجزيره. فان شاء الله ان شاء الله الشهر ده نستطيع ان احنا نكسب منه ويكون ايجابا وليس سلبا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده كانت حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير.